عودة الغبار الأسود إلى سماء القنيطرة يثير وقلق الساكنة. غطت سحابة من الغبار الأسود مجددا سماء مدينة القنيطرة، ما أثار السياء وقلق الساكنة ودفع جمعية المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة إلى التساؤل حول سبب عودة هذه الإشكالية البيئية، وفي الوقت الذي عبر فيه سكان عدد من الأحياء عن قلقهم من تداعيات انتشار الغبار الأسود على صحتهم. برر المدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث محمد البوش هذا الأمر بارتفاع درجة الحرارة التي تؤدي إلى حجب هبوب الرياح، وأوضح البوش أن هذا الأمر يساهم في تجمع الدخان المنبعث من المصانع الموجودة بالمحطات الحرارية والمنطقة الصناعية لمدينة القنيطرة في السماء وبقائه لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق حول حجم هذه الانبعاثات.